أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نعرف عاقبة اللعن وأنها ترجع إلى الوالدين لمن سب أولاده أولاد الناس، ولكن يقول أحسن الله إليكم: نعرف عاقبة اللعن وأنها ترجع للوالدين لمن سب أولاده أولاد الناس، ولكن نبرأ إلى الله من لعان بعض أولادنا، فهل نأثم وترجع علينا اللعنة مع أننا نوجههم ونوبخهم؟ اللعنة ترجع إلى قائلها، إذا صدرت بحق أحد وهو لا يستحقها رجعت إلى قائلها، ما ترجع إلى الوالدين. لكن في الحديث أن الرجل إذا سب والدي شخص فإن هذا الرجل المسبوب يسب والدي هذا الساب، فيكون سببا في سب والديه. نعم.